نتواصل معكم مع غبقة رمضانية، واليوم ضيفتنا مميزة وغير، هي نقدر نسميها الإنسان الإنسانة، هي الشيخة بشاير نايف جابر الأحمد الصباح. حياك الله شيخة وكل عام وانت بخير. الله يحييكم وكل عام وانت بخير ومبارك عليكم الشهر. يا هلا وسهلا فيك ومنورتنا أكيد بالمركز الحمراء الفاخر، وما شاء الله سمعنا علوم وايد طيبة من حضرتك. تكلمتي بالبداية معنا قبل الهوى على القناة الخاصة اللي أطلقتيها على اليوتيوب، فخلينا نفهم الناس اللي بعد ما بلشوا يتابعونها ان بامكانهم ان يتابعونها، وخلينا نعرف المحتوى اللي فيها. بالضبط، اول شيء هو القناه اسمها عيال مباركيه، الاول مره يصير برنامج لايف على التواصل الاجتماعي. أيوة. يعني لايف على سناب شات، لايف على برنامج اسمه بيريسكوب، ننزل الصور بالانستغرام وبعدين يتحول تسجيل ليوتيوب. الفكره منه دعم المشاريع الصغيره، مو مقتصره، عشان اكون واضحه، للكويتيين وغير الكويتيين، للخليجيين، لكل دول الخليج، للوطن العربي كله. وان شاء الله كان في وايد استقطاب من السعوديه، ما شاء الله عليهم، وايد في مشاريع صغيره هناك. الفكره منا ان اللي حاب يطلع ويتكلم عن مشروعه نستقبله، نستضيفه عندنا ونتكلم عن المشروع وشنو العوائق اللي هم يواجهونها. اما اذا ما يقدرون يطلعون فبالتالي يدزون نكسة صغيرة وإحنا نتكلم عنها. حلو. كافة المشاريع شيخة بشاير؟ كل أنواع المشاريع. كل أنواع المشاريع الشبابية؟ من الألف إلى الياء. يعني شيخة بشاير تقول كل اللي عنده مشروع وكل المشاريع اللي موجودة إحنا ندعمهم من خلال التسويق في القناة اللي سويتوها. أي نعم. ما شاء الله عليك. هل في مثلا رسوم معينة أو عقود معينة أو هي؟ أبدا. القناة بيور من الألف إلى الياء بدعم مني أنا، الحمد لله رب العالمين، والله يقدرني أني أسوي أكثر من شذي حق عيال ديرتي، هذا أقل شيء أقدر أقدمه، ومن شركة مختصة بالموضوع. حلو. شيخة بشاير ما شاء الله نشوفك نشطة في المعارض وأيضا في الأزياء وبرا الكويت وخارج الكويت، يعني برا الكويت وداخل الكويت أيضا، اليوم مسؤولية بعد محطة ودعم مشاريع شبابية، هذا يمكن الوقت يضايقك، ما يضايقك الوقت؟ شوف، طالما أنت عندك هدف بحياتك، وخصوصا إذا كان هدف خيري وعمل خير ودعم للناس، فرح تلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك الوقت لنشاطاتك. سبحان الله. إيه بالضبط، وشيء أنا أحبه. فبالتالي ما عندي أي مشكلة معك. أنا عندي مشروع الحين، أنا شباب وعندي مشروع، شلون أتواصل معاكم شيخة؟ طبعا رح التواصل رح يكون عن طريق، أبي أوجه الكلام لايف، رح يكون عن طريق في سناب شات وإنستغرام. بالإنستغرام مالي رح تشوفونه على الشاشة، رح يكون موجود كل الأرقام تقدرون تواصلون إياه. ما شاء الله. وفي هاشتاج معين باسم القناة عيال المباركية، عيال المباركية، علشان يمكن يكون الوصول بعد أسرع للي حابين ينضمون ويعرضون مشروعهم في اليوتيوب. أيضا كان قبل شوية بعد تكلمينا عن معرض عندكم إن شاء الله سيقام قريبا. أي هو مو معرض، موضوع معرض رح نسميه معرض عيال المباركية، بس هذا مؤجل. الموضوع اللي عندنا إحنا نزلت مسابقة توا فريش. ما شاء الله. أمس. مسابقة. على سناب شات المسابقة يهم المصممين والمصممات، إن كان سواء كان من النساء أو الرجال من الكويت أو الخليج، اللي يحب يشارك ما عليه إلا أنه يورينا أكاونته إنستغرامه والديتيلز ملوته، يسجلون بياناتهم. الفكرة أننا بنصفيهم شلون من ناحية نشوف الشغل وكثر ما هم جديين بشغلهم. رح يصير في قرعة، رح يتم سحب اسمين، مصمم للعبي ومصمم ل الدراريع. راح اتكفل بكولكشن خاص راح يكون باسمي انا، الكولكشن بشاير نايف. كافة التكاليف راح تكون علي. عقب من الكولكشن ما يخلص راح يصير في في اي بي فاشن شو بقطر، بحضور 100 شخصيه عربيه نسائيه من اسر حاكمه ومن رائدات اعمال، وبحضور جهات عربيه وعالميه اعلاميه. يعني اللي يفوز بهالمسابقه تكون رعايه كامله؟ تكون رعايه كامله، لا منا انتشار، منا لان طلعنا حس الابداع ماله، طبعا بالاشتراك وياي، لان انا الكولكشن باسمي، فبالتالي لازم اتدخل شوي بديزاينات. اي وراح يكون في دعم مادي، يعني هو مو بس ان انا راح اتكفل بالهذا، حتى من نسبه المبيع راح يكون لها نسبه من البيع.
ما شاء الله. وبس يعني شراكه تقدر تقول بيني وبينه. اي شراكه، وتحطين انت الكولكشن باسمك، وايضا تدخلين عشان يكون بصفه انه يحمل، يمكن بتشاركون فيه مع في اي بي اللي هو المعرض في قطر يعني لاحقا. اي لانه بس تدخلين بالضبط، لان الهدف منه هو بيع، والهدف منه اننا بنسوي شيء في اي بي، ونبي وايد يعني اسئله ليش ما اخترت مصمم معروف. الفكرة أن أبي أطلع الإبداعات اللي عندنا ونعطي فرصة لشباب عيالنا، لشبابنا وبناتنا يعني اللي عندهم إبداع التصميم. يعني المسابقة مقتصرة على يعني الكويت بس للمصممين؟ لا، أو هي الكويت أو الخليج. حلو، يعني عيال المباركية مو بس محطة مسابقة، وأيضا مشاريع تقدم ومنها يشارك يقدر ويحصل دعم. وايد جتنا مشاركات من مشاريع صغيرة بالسعودية وبالإمارات. ما شاء يعني الله. هو مفتوح للكويت وللخليج. حلو ما شاء الله. خليجنا واحد. أعتقد أن أنت سباقة يمكن بهالفكرة، يعني العادة كل مثلا في شركات بالكويت هي للإعلانات، ولكن كنموذج أن أنت بدون يعني ليكون الريع لصالحك، أنت قاعد تدعمينهم وتقدمين لهم كفكرة تصوير أو توفرين فريق عمل يوفر هذا المنتج يعني صحيح. بطريقة حلوة تطلعينها كنموذج صحيح. للناس. صحيح. أمانة نورة خلنا نكون واقعية وياك، بأيامنا الحين صعب تلقين ناس يسوون شيء بدون مقابل. صح. حلو. خصوصا بعالم التسويق والدعايه والاعلان. انا لانه بما اني انا من الشخصيات الحمد لله رب العالمين المحبوبه، وايد تجيني شكاوي بالنسبه لهالموضوع، ان ما يصير اهما كل ما لفوا شركه يبون مبالغ هائله، وما يصير ان الحين الدعايه الوحيده والطريقه الوحيده هي عن طريق الفاشينيستز. مع احترامي للجميع، ولكن حلو ان واحد يستفيد، مو غلط بس مو حلو الاستغلال. فبالتالي هذول عيالنا محتاجين الدعم، وهذا اقل شيء نقدر نقدم لهم اياه. ابي اعكس الصوره ان للحين الدنيا بخير وفي ناس عندها ذمه وضمير. الحمد لله اكيد الدنيا بخير بوجودك الشيخه بشاير. لكن السؤال، شايفه من خلال تخصصك بالازياء والتصاميم في عندنا طاقات ابداعيه جدا في عندنا بشكل ما تتوقع. يعني انا في وايد من المصممات قدموا لي تصاميم عبي، وفعلا لما سافرت وكنت ألبسها لقيت وايد رواج عليها. يعني في وايد من النساء إن كان إماراتيات، خصوصا الإمارات أسافر عليها وايد، يسألوني التصاميم هذه حلوة من وين، شنو اسم المصممة، ما ندري عنها، مو سامعين فيها. فهني حسيت أنا لا، لازم نطلع مصممين العالم. يعني انا ما اشوف انه يعني انت ما انت قادره مثلا، في بعضهم يهمهم، خصوصا البنات، اكيد في بنات يتابعوننا، لازم اللي لابسته يكون براند، ولازم براند من برا. قاعد ينسون انه في مصممين في الكويت وفي مصممين بالخليج، انه يقدرون يطلعون شغله حلوه، ويعني بالعكس يعني تنمدح. فانا اشوف ما شاء الله اليوم اطلالتك وايد زاهيه وايد حلوه. ما كلمتينا منو اللي قدمتي له الدعم اليوم ونسميه المحظوظ. شوفي أنا اليوم إطلالتي كويتية بحتة ما شاء الله، من المصممة الكويتية اعتدال القيسي، هم من اعتدال من الناس اللي لقت صعوبة بطريقة التسويق والدعاية، وضد فكرة أني والله أنا أستخدم شخص يستغل هذا الموضوع علشان والله ألبسه وينزل صورة واحدة. أنا أبي أشكرها على الهواء، وما شاء الله عليك اعتدال وكيبت أب، شغلك وايد ممتاز إن شاء الله. بس قبل شوية طرحتي فكرة عن البلوجرز أو الفاشينيستات اللي موجودين، ما أبي أدخل في يعني تفاصيل البلوجرز كمثلا أسماء أو كذي، بس قاعد تشوفين إن هم اللي قاعد يأخذونه يعني عالي. شوفي نورة، هو مو بس نتكلم مو بس على المبدأ، للأسف الشديد صارت حتى أخلاقيات. نتكلم بكل أمانة، يعني أعطيك مثال من الأمثلة، أن في واحدة قاعدة تصور بي عند مصممة مبتدئة، فعقب ما خلصت هذه المصممة أمها أو خالتها أتوقع مرة عودة، فسألتها أقدر أصور وياك تليفون، عشان يقولها هذا مو بالعقد. يعني أمانة خلينا نتكلم بكل واقعية، وأبي أوجهها لايف ان ترى الاخلاقيات التواضع، كثر ما كنتوا مشهورين وكثر ما كنتوا معروفين، هذا اللي ميز بابا جابر رحمه الله عليه، الله يرحمه، وهذا اللي انا قاعده اسويه، اني اتبع مسيرته، مسيره اخلاقياته. فبالتالي الاخلاقيات ترفع من شانكم ما تنزل منكم. اي يا ريت الاخلاقيات هذه يحافظون عليها. حلو، خلينا نتكلم بكل صراحه، بما انك قدمتي مبادره جميله لدعم المشاريع الشبابيه، شباب الكويت ايش اللي ينقصه بالضبط؟ ينقصه الدعايه، الاعلان، ما ينقص الدعم المادي كثر ما ينقص الدعم الثقافي، الاحتواء، الاحترام،
بالضبط الاحتواء الاهتمام مؤتمرات. يعني ليش ما نسوي مؤتمر نجيب رجال الأعمال، رجال الأعمال اللي نجحوا نحطهم بهذا المؤتمر يتكلمون على طريقة وصعوبة النجاح. يعني هم لابد أن أول شيء كان في يعني فشلوا، نعم، بعدين ردوا ونجحوا. فهذا مو غلط أن إحنا نتكلم عن الخبرات اللي والتجارب السابقة. عشان كذي إحنا سمينا برنامجنا عيال مباركية. ليش؟ لأن التجار أول وأصحاب الحرف والمهن وين بدايتهم؟ بالمباركية. فكانوا عبارة عن دكاكين وكشك صغير، لما الحين صاروا ما شاء الله تبارك الرحمن الله أنعم عليهم وصاروا شركات كبيرة. من اللي اختار الاسم؟ أمانة الأستاذ خالد صايغ هو اللي اختار الاسم، هو من صاحب شركة من الشركات الإعلامية اللي والدعائية اللي تدعمنا ما شاء الله. تكلمتي قبل شوية عن ان احنا المفروض نعمل مؤتمر ونوجه مثلا الشباب بان هم يعني يشوفون مثلا سيرة ذاتية او مثلا اشخاص يعرفون مثلا كيف بدأ او قصة نجاح شخص. يعني ليش ما تسوينها مثلا كفكرة تعتمدينها مع القناة؟ يعني تكون كطابع بعد الى جانب عرض المنتجات ايضا يمكن يصادفك من ضمن المصممين مصممات او حتى يعني بالبزنس وايز من اي مجال كان يكون صح. في قصة نجاح نسمعها عن طريقك، بالعكس يعني ليش لا؟ صح كلامك، هذا شيء من الاشياء اللي احنا قاعد نخطط عليها وذكرتها. وفي وايد بلانز، هو ما هو بس موضوع برنامج، هو موضوع برنامج راح يتبعه وايد اشياء بالاضافة. مفاجأة عن عبر برنامجكم، خلنا نقول أنا دائما صحيح مفاجأة إن بكل البزنس والمشاريع اللي قاعد نستضيفها في شركة تأسست أنا من شركاء الشركة، ما رح أذكر طبعا منه، رح تكون مفاجأة. رح نتكفل بالمشاريع الصغيرة بأقل أقل 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 التكاليف. أقل التكاليف ما شاء شيء لا يذكر. حلو، ويكون يمكن الفريق ويعني راح يكون في المصور يصور منتجاتهم، راح نمسك الانستغرام مالهم، راح يصير تسويق عبر الواتساب عبر المسجات، راح ندخلهم بمسابقات. شيخ مشاعر مستعدة أنت تقومين بعرض منتجاتهم شخصيا؟ أنا اللي قاعدة أعرض، وإذا تابعت إنستغرامي معناته مو متابع. لا متابع يا محمد، إذا إنستغرامي راح تشوف صور أنا منتجات عيال المباركية. عيال المباركية تقدمينهم. أنا متفائل جدا بوجودك وأكيد وجود مشاهدينا. أنت متفائلة راح نشوف مؤتمر عيال المباركية يختص بتجارب السابقين مثل ما ذكرتي قبل شوي؟ إن لي الجاي إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. وقالت راح تضم حق القناة إن شاء الله، يعني ودنا ان احنا نشوف تجارب كويتيه بدءا من الكويت اكيد وعيال المباركيه. لا ان شاء الله نشوف فيها تجارب نجاح، يمكن في بعضهم في وايد ناس انا اشوفهم مثلا تكون هي دشت مجال مثلا صالون او مثلا مجال اللي هو البيع المنتجات وكذي، بس هي مو فاهمه شلون التسويق، مو فاهمه شلون الماركتنج، ما تعرف احد مثلا من التصوير، يعني انتم تدلونها عليه، يعني يصير ان عن طريق لانه في وايد تايهين. بالضبط، في وايد قاعد يصير كسر مجاذيف. أتكلم بكل صراحة، أنا والله أنت ما تنفع حق الشيء، وأنت ليش ما تصير؟ هي مسافة اختيار، هي صارت أنا شنو أحب. فبالتالي نسوي مفاجآت عبر برنامجنا. يعني مثل أول حلقة سويناها كان في ميك أب أرتست وطلعت بمكياجها، مع أن تدرين عادة الواحد يطلع بلوك ما يبي خاطر بشكله، أنا قلت لا أبي أطلع بهير ميك أب، it was really good. بس حبيت ان هي تحب واحده من خبيرات التجميل، فعطيتها كورس فري عند خبيره التجميل، هديه مني على اساس انها تطور من شغلها. فحلو الواحد يدعم باي طريقه كان. انت كريمه اكيد ونشطه، ونشكرك على المبادرات الجميله اللي تهتم بالمشاريع الشبابيه من عيال المباركيه او عيال الكويت بشكل عام والمقيمين ايضا وخارج الكويت، هذه بادره منك. لكن عندي سؤال قبل الختام، شيخ بشاير جابر الاحمد الصباح، بعد 5 سنوات من النشاط والأعمال الجميلة وين تشوفين نفسك؟ شوف بسوي وياك اتفاق. طبعا أنا في عندي خطط مستقبلية، بس بعد خمس سنوات راح أقعد وياكم بنفس المقابلة وراح أخليك أنت تجاوب على السؤال. إن شاء الله تم. أنا جدا متفائل. إن شاء الله دائما يعني نشوفك مثل ما أنت متألقة حبيب. وأيضا قيمك ومبادئك اللي يعني الصراحة نتمنى للكل ياخذ منك هذه المبادئ وتكون قدوة. يعني بصراحة أنا أقدر أقول بالمختصر ما في منك إنك قاعد تعطين دعم
منك ووقتك قاعد تعطينا، هذا عطاء وسخاء وكرم من عندك، وان شاء الله نتمنى تكون يعني حلقتنا تكون فال خير للي بيشاركون معاك في المسابقه ان شاء الله، ويتوج نجاحهم ان شاء الله بدعم ورعايه كريمه منك، ويكونون ان شاء الله في عرض في اي بي من قده عاد اللي بيفوز أكيد. ويروح محمول مكفول، وايضا الكولكشن ماله يعني بصراحه برعايه من عندك وباسمك، ايضا اسمك دعم له، وان شاء الله نتمنى للجميع الخير يا رب. تسلمي لي يا نورات، شكرا جزيلا محمد، احب اشكركم على البرنامج الحلو اللي دائما متالق، وابي اقول ان هذا واجب علي تجاه عيال ديرتي، والله يقدرني اني اقدم الاحسن والاحسن. يعطيك الف عافيه، ودائما آل الصباح الصراحه دائما كريمين، واحنا سعيدين ان انت موجوده معانا اكيد حبيب. في غبقه رمضانيه راح ننتقل على وين يا محمد؟ وصلنا الختام، وصلنا لفاصل، راح نروح على فاصل قبل خل نروح على فاصل ونرجع من جديد.